شباكم؟ لاباس الحمد لله. اليوم راني حندير لكم حلوة بدون فرن، نخدموها بالزبادية والواد كوكو. والمكونات هي 4 حبات زبادية، نديرو الياغوت، نديرو بالمغرف، من بعد كنديرو نوريلكم شحال نديرو. نديرو نواد كوكو بول، كاس سكر، ونسكر في جوده كاس زبادية، سكفتوها مليح، سكفتوها صغيرة. دوك نسكر في جهة كاع ونعاود نوليلكم. دوكا رانا تحصلنا على كوب تاع الزبادية، نديروها في المقلاة. ونديرو كاس تاع السكر، ونديروهم يتقلاو. بعد ما درنا الزبادية والسكر على نار قليلة، نخلو نقعدو نحركو فيها. شوفو ها هو الملاط بلاتو، ومن بعد حتى تشرب باش نطفو الفرن ونخلوها تبرد. اي بدات تشرب الماء تاعها، ودوكا الكميه كاع الكبيره اللي كانت هنا دوكا شربت كاع. هايليكم شوفوا، هاني نحيتها من الفرن دوكا، نحلوها مليح هكايا ونخلوها تبرد. وهذه هي الكميه اللي تحصلت عليها. في الاول تبان لكم بزاف، باسكو من بعد تشرب كي نديروها في المقلاه تشرب. دوك نخلوها تبرد نعمل. دوك نكملوا باقي المكونات، نديروا نواه كوكو، جوز الهند، دوك نضموها بالياغوت، نديروا 2 مغارف ونحركوا ونشوفوا. الياغوت هو اللي يجمع ما بين الزبادية والنواة كوكو. راني زدت الياغوت باش نتحصلوا على العجينة ونكملوا كيما درنا من قبيل. المكونات تاعي بالياغوت ناتور طبيعي. دوكا انا حنزيد الياغوت باسكو العجينة تاعي ما طمنتش، زدت حوالي مغرف. ديروا الياغوت على حسب الكمية تاعكم باش تلايم لكم مليح العجينة، ومن بعد ديروها دي بولات هكايا دوائر صغار وديروهم في الكيس. هذا هو الشكل النهائي تاعنا، نتمنى كاع منكم تجربوه. ودوكا ديروها هكا في الثلاجة باش يزيد يشد روحو مليح. ومع السلامة.